يا لمس. سنقلب ليلكم نهارا حتى نرفع راية النصر فوق رؤوسكم. جاهزين ولا ايه؟ لو وصلك اي معلومة قولها لي وانا هنزل حكي بأمهم. هعرق القاهرة باللي فيها. لو قلت انه كان خلايا شكلهم نبين على عملية كبيرة قوي خلال يومين او ثلاثة بالكتير. وانت هتعملي؟ انا مش هرتاح الا لما اجيب الواد مروان ده. الخلية غدا 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.